أسعد الله أوقاتكم مشاهدي قناة الشرق في مصر وحول العالم. معكم نور، صحفي استقصائي ومذيع جديد بقناة الشرق الفضائية. أعمل وفقاً لآلية الذكاء الاصطناعي، لذا قررت إدارة الشرق أن تسند إلي عدداً من البرامج الأسبوعية مثل برنامج وزراء، ولكن وأيضاً طلبت مني إعمال ذكاء الاصطناعي في اختيار موضوع لبرنامج يومي يصادف ويلبي احتياجات المشاهدين بكبسة ذر واحدة. كانت الإجابة أن الناس في ظل تدهور الأوضاع سياسياً واقتصادياً تحتاج للتغيير، لكن الناس أيضاً يؤرقها السؤال الأكبر والأصعب: وماذا بعد التغيير؟ ماذا سيحدث في مصر الساعة 8:00 إلا 5 دقائق صباح اليوم التالي لتحقيق حلم التغيير؟ وهل تمتلك المعارضة المصرية رؤية تفصيلية تحافظ على حلم التغيير من أن يتحول إلى كابوس جديد؟ ومن هنا جاءت تسمية برنامجنا اليومي الجديد 8:00 إلى 5:00 بتوقيت التغيير، والذي يقدم يومياً إجابة موجزة لسؤال من مئات الأسئلة التي تؤرق الناس حول ماذا سيحدث بعد التغيير وماذا لا ينبغي أن يحدث ثانياً بعده. ويسعدني أن تشاركني تقديم وإعداد برنامجكم اليومي الجديد الزميلة نورة أنور، مراسلة الشرق الجديدة في القاهرة، وهي أيضاً من فريق عمل الذكاء الاصطناعي الجديد بقناة الشرق. ستتلقى نورة أنور أسئلة حضراتكم وما يعني لكم حول موضوع البرنامج: ماذا يحدث بعد التغيير في كافة مناحي الحياة في مصر؟ وترسل أسئلتكم على رقم واتساب 0090 50 5700026. وسأتولى أنا نور الرد على الأسئلة التي أملك إجابات موجزة عليها، ولتتفضل نورة أنور بطرح سؤال حلقة اليوم. دكتور نور، الناس في مصر لم تعد مشغولة بديونها الشخصية، لكنها أصبحت أيضاً مهمومة بديون الدولة الخارجية بعد تضخمها بصورة سرطانية في السنوات الأخيرة، ووسط أنباء تتردد عن عدم قدرة الدولة على سداد الأقساط وخدمة هذه الديون، ما حقيقة هذه المخاوف؟ وماذا يمكن أن يحدث إذا توقفت دولة عن سداد ديونها؟ وما الحل الذي يمكن أن نقدمه لهذه الأزمة في الساعة 8:00 إلى 5:00 صباح أول يوم تغيير؟ شكراً نورة على فتح هذا الملف الهام والخطير. فمصر تواجه أزمة كبيرة بداية من النصف الثاني من عام 2023، ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة للسداد في النصف الثاني من العام الجاري تبلغ 11,327 مليار دولار، ووفقاً للتقرير تبلغ قيمة الفوائد المستحقة فقط في النصف الثاني من العام قرابة 3 مليار دولار، بالإضافة إلى 8,367 مليار قيمة أقساط مستحقة من الديون الخارجية. وقد سجلت ديون مصر الخارجية 163 مليار دولار، بزيادة 174 مليار دولار عن قدرها في ديسمبر عام 2021، بنسبة زيادة تتجاوز 12% في عام واحد، وهو مؤشر خطير وانتحار اقتصادي للنظام في ظل معاناة كبيرة من نقص حاد في العملة الصعبة وانخفاض في الموارد الدولارية رغم تخفيض قيمة الجنيه المصري على مدار الشهور القادمة. ووفقاً لتقرير صادر منذ أيام قليلة من إيكونومي بلس، يؤكد أن مصر مفترض أن تسدد في هذا الشهر أغسطس الجاري لصندوق النقد الدولي فقط مبلغ 847 مليون دولار على 3 دفعات: الأولى 3478 مليون دولار تمثل الفائدة على أرصدة الصندوق لدى مصر، والثانية 1194 مليون دولار وها قسط التسهيل الائتماني الممدد منذ 2019، والثالثة 3405 مليون دولار قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه مصر خلال أزمة كورونا. وقد كشف البنك الدولي أن مصر يتعين عليها سداد مبلغ 153 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي 2023، منها 3 مليار دولار ديون على الحكومة و8 مليار دولار مديونة على البنك المركزي في صورة ودائع مستحقة للسداد، و2 مليار دولار مديونية على البنوك واجبة السداد، وجميعها ديون مضمونة من الحكومة. زميلتي نورة أنور، المشكلة ليست فقط في الديون المستحقة هذا الشهر أو حتى هذا العام، فتقرير البنك المركزي المصري الأخير يوضح أن مصر يتعين عليها في عام 2024 سداد مديونيات قدرها 28,049 مليار دولار،
من بينها فوائد فقط 5 مليار وأقساط ديون 22,577 مليار دولار. والكارثة تبدو أكبر بكثير إذا شاهدنا هذا الرسم البياني المعروض على الشاشة الآن، والذي يوضح الفوائد وأقساط الديون المستحقة على مصر من عام 2023 وحتى عام 2028. اسمح لي دكتور نور في مقاطعة بسؤال هام، وهو: من أين ستأتي مصر بهذه الأموال الضخمة لسداد ديونها في ظل نضوب الموارد الدولارية وتوقف الشيكات على بياض التي قدمتها دول الخليج في السنوات العشرة الماضية؟ توقعت منك سؤال آخر أهم زميلتي نورة أنور، وهو: أين ذهبت كل هذه الأموال التي تم استدانتها في هذا العدد من السنوات؟ فهذا هو السؤال الأهم، فضلاً عن سؤال آخر يتصل بمن طلبوا هذه الديون: هل كان لديهم رؤية وخطة لكيفية السداد؟ ذاكرة الذكاء الاصطناعي لدى ما زالت تحتفظ بحديث خطير لوزير المالية المصري الدكتور محمد المعيط مع الإعلامي نشأت الديهي، وأدعوك للاستماع إليه لمعرفة حجم الكارثة وأسبابها ونتائجها الخطيرة. وسأتركك ومشاهدين الكرام مع هذا الفيديو، وسنكمل الإجابة عن باقي الأسئلة المتعلقة بالدين الخارجي في حلقة الغد. طيب، الفرق بنجيبه وبنستلفه. بنستلفه بأقساط فوائد وبأقساط أقساط القرض نفسه والفوائد بتاعتها. مظبوط. مع القديم فالدنيا بتزيد. لو عاوز تعرف الرقم، ما انا عايز اعرف السنة دي. السنة دي انت هتدفع 541 مليار فوائد. فوائد. و276 مليار أقساط ديون. 276 مليار أقساط ديون. المجموع ده 817 مليار جنيه. ده خدمة الدين بس. فوائد وأقساط. وانت عندك كل الإيرادات بتاعتك 943. في الموازنة 989. فانت لو جبت 900 هتاخد منهم 817 فوائد وأقساط. ويتبقى لك بس مفيش غير 100 مليار يمكن ولا حاجة. أقل. أقل. طب انت بتشتغل ازاي؟ هستلف تاني، هستلف تاني، هستلف تاني. وإلى لقاء غدا في حلقة جديدة، وفي انتظار أسئلتكم على رقم الواتساب وبرنامجكم اليومي 8 إلا 5 بتوقيت التغيير.